يعتبر مشروع تطوير شارع الفاتح أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي جاءت تنفيذا لبرنامج الحكومة، وبحسب وزارة الأشغال فإن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 56%. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المهندس كاظم علي عبد اللطيف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال. سعادة المهندس، هل لك أن تطلعنا عن الأعمال الرئيسية الحالية التي تقوم بها وزارة الأشغال في مشروع تطوير شارع الفاتح؟ يا هلا مرحبا بكم. طبعا شارع الفاتح من الشوارع الاستراتيجية الرئيسية اللي بدأت الوزارة في تنفيذها في شهر 3 العام الماضي 2020، ومتوقع إن شاء الله أنها تنتهي في أبريل 2024. طبعا شارع الفاتح يعتبر شارع استراتيجي يربط من تقاطع ميناء سلمان إلى شارع الملك فيصل. المشروع طبعا كما أسلفنا أن نسبة الإنجاز فيه حاليا بلغت 56%. هناك طبعا افتتاح مرحلي لعدد من جزئيات الشارع الأربع. الجزئية الأولى طبعا مثل ما تعرفون هو شارع جسر الدوران العكسي، واللي أنجز وافتتح لحركة المرور في شهر ديسمبر العام الماضي. حاليا الوزارة تعكف على إنشاء جسر الالتفاف يسارا عند تقاطع اللي هو شارع الفاتح مع شارع الأمير سعود الفيصل، وأنجز ما نسبته 83% منه، تم الانتهاء من صب الأعمدة والجسر العلوي، وحاليا المقاول في مراحل النهائية، وإن شاء الله مع نهاية شهر مارس راح يتم افتتاحها لحركة المرور، وهذا طبعا راح يسهل كثير من الحركة المرورية القادمة من الشمال في اتجاه منطقة ضاحية الجفير الرئيسية، وهي طبعا منطقة سياحية استثمارية تجارية وراح تسهل حركة المرور. طبعا عندنا أيضا اللي هو النفق الرئيسي وهو أسفل تقاطع اللي هو فندق الخليج أو مركز الفاتح. النفق طبعا بطول 595 متر ونسبة الإنجاز فيه بلغت 57%، وطبعا إن شاء الله نهاية هذا العام راح يتم الانتهاء من النفق. طيب مهندس كاظم، بلا شك في سياق ما ذكرته جهودكم مقدرة، وبلا شك هذا التطوير في شارع الفاتح سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية. هل لك أن تطلعنا باختصار كيف سيسهم هذا المشروع التطويري في رفع الطاقة الاستيعابية في الشارع؟ طبعا بدأت ملامح انسيابية الحركة بعد ما انتهينا من غلق اللي هو التقاطع جزئي تقاطع الشيخ دعيج على شارع الفاتح. راح طبعا كل الإشارات الضوئية الموجودة عليه راح تلغى. التوسعة طبعا راح تكون أربع مسارات في كل اتجاه، فراح تكون في انسيابية في حركة المرور بدون توقف في الاتجاهين. نعم. طبعا راح تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 61%. حاليا الكثافة المرورية عليه تبلغ 80,000 مركبة في اليوم، وراح تبلغ بعد الانتهاء من المشروع ترتفع الطاقة إلى 140,000 مركبة في الاتجاهين في اليوم الواحد. نعم. طبعا لا ننسى أن احنا المشروع طبعا بتمويل كريم من الصندوق السعودي للتنمية للتنمية طبعا، وبكلفة بلغت 40 مليون دينار مع اللي هو الأعمال التحضيرية. نعم. إذن سعادة المهندس كاظم علي عبد اللطيف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال، شكرا جزيلا لك.